اتعلموا لغة يا جماعة. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب. جاي أقول لك في الفيديو ده، هو فيديو قصير جدا إن شاء الله، اتعلم لغة بأي حال من الأحوال. خد تويفل، خد الأيلتس، خد الحاجات اللي بيقولوا عليها ديت بدري. اتعلم لغة بدري، ده مهم جدا جدا بالنسبة لك. اللغة يا جماعة مهمة جدا جدا عشان تعزز وتقوي من فرص شغلك. يعني انت لو تقول لي ابقى قوي تكنيكال ولا اتعلم لغة، اقول لك لا اتعلم لغة. اتعلم لغة وكده كده انت هتبقى قوي تكنيكال، لان شفت ناس كتير مش قوية فنيا، في نفس الوقت واخدة مناصب عالية جدا، انه بيعرف لغة واتنين وتلاتة. انك تتعلم لغة واتنين وتلاتة بيقويك جدا. كمان لو انت عايز تبحث عن معلومات، تبص تلاقي نفسك في بحث بالانجليش وتبقى عايز تدور عليه. الانجليش ده رقم واحد لازم تتعلمه، لازم تتكلم انجليزي زي ما تتكلم عربي، وهتضطر بطريقه او اخرى بطريقه ما انك تتعامل مع خواجات، لان انت ضعيف فبتضطر تتعلم اللغه عشان توصل ليهم. انت لو قوي هما هيتعلموا اللغه بتاعتك، انما انت بتضطر تتعلم اللغه علشان تتواصل معاهم. اللغه الورلد وايد او الاكثر انتشارا في العالم هي اللغه الانجليزيه. تركز في الاكسنت في البدايه، تعلم بس انك تقول كلمات كتير، الجرامر يعني شويه وشويه، بس اهم حاجه الكلمات، عندك خزين ومخزون من المعلومات كتير جدا يعني. فانك تتعلم لغه دي حاجه هتقويك وهتفيدك، وانك تتعلمها بدري فهي كويسه. ان انت هيبقى مطلوب منك حاجتين، يعني مثلا الانجليش بس مش هو اللي هيرفعك، انت عايز انجليزي وحاجه كمان معاه، فانت تتعلمه بدري. لما تتعلمه بدري هتعدي خطوه كبيره جدا يعني. نصيحتي ليك في الفيديو ده، اتعلم لغه بدري. حتى لو انت مش في امكانك مثلا انك تتعلم تاخد كورس او تاخد شهادات، اتعلم من يوتيوب، تابع حد موثوق خلص الكورس بتاعه، ولما تتيح ليك الفرصه انك تاخد كورس او تاخد شهاده تفضل خد. انما انك تتعلم من اجل التعلم بس، انك تعرف تتواصل مع الاخرين، ده هتفيدك جدا جدا جدا. لحد ما اشوفك الفيديو الجاي، ما تنسانيش من اللايك والشير والسبسكرايب في القناه. الشير بيفرق معانا جدا يا جماعه، وبنشكر اي حد بيساعدنا في الشير وبيساعدنا ان احنا ننور الضلمه. اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله رب العالمين. بشوف الديسكربشن بتاع الفيديو، ممكن تلاقي فيه فيديوهات تفيد حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.